أهلا فيكم. برج الحمل طبعا الطاقات مفتوحة، يعني ممكن تنطبق عليك القراءة أكثر من شهر، ولكن نحن رح نوجه الطاقة لمدة شهر واحد، فرح نشوف شو مستنيك يا برج الحمل. القراءة رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تشوف إنه بعض الأشياء اللي بحكي عليها أو بعض الطاقات مشابهة لطاقتك أو بتنطبق عليك. طيب، أول إشي رح نبلش بطاقتك أنت لهالشهر، رح نشوف شو هي طاقتك أنت. برج الحمل، أنت في حاليا بمطرح عم تحس إنك بدك تختار، أو في عندك إشي معين عم تحس إنه أنت عم تبذل طاقة فيه بزيادة، أو عم تبذل مجهود فيه بزيادة. بعلاقتك الحالية عم تحس إنه أنت عم تحط مجهود أكتر من الشخص اللي أنت عم تتعامل معه، مش عم تشوف إنه في عدل وموازنة بالأخذ والعطاء. عم تحس إنه وصلت إلى مرحلة بدك تفكر، لأنه الوضع مسبب لك تشوش عاطفي، فوصلت إلى مرحلة بدك تفكر العلاقة بتستاهل اللي انت عم تحط فيه المجهود اللي انت عم تحط فيه، لانه عم شوفك ايضا دفاعي بهالفترة، دفاعي كتير، وعم شوف انه الحكي او المناقشات مع الشخص اللي عم تتعامل معه طاقة كتير حادة، مع انك في مشاعر تجاه الشخص، الى انه الوضع من الناحية يعني الذهنية أو العقلية مسبب لك كتير توتر وكتير شوشرة، فأنت عم شوفك قاسي باتخاذ القرارات مع هالشخص، لأنه عم شوفك وصلت إلى مرحلة بتحس إنه فاض فيك الكيل أو بطل عاد تتحمل أكتر. أيضا بتحس إنه القرارات اللي عم تتخذها أنت راضي عنها، أنت راضي عنها، لأنه عم تحس إنك عم تطلع منتصر من الوضع اللي أنت فيه، منتصر بالعلاقة، راضي عن اختياراتك. ممكن بالتواصل بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه في شوي طاقة تلاعبية، أو أنت عم تستخدم أسلوب معه بالحكي عم يعود إليك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها، يعني عم شوف أنت قادر كتير تفهم عقلية الشخص اللي أنت معه، وبتعرف كتير كيف توصل إلى النتيجة اللي أنت بدك إياها مع هالشخص. يعني برغم إنه في حب ومشاعر بينك وبين هالشخص، إلا إنه أنت مثل ما حكيت لك وصلت إلى مرحلة بتحس إنه أنت يعني بطل في عندك القدرة تعطي أكتر، فوصلت إلى مرحلة اختيار قرارات صارمة. بالنسبة لطاقة الشخص اللي عم تتعامل معه، طاقة الحبيب، طاقة الشريك، طاقة الشخص اللي انت عم تفكر فيه، عم شوفه عم يحط برسونة معينة، او عم يحط ماسك معين بالعلاقة، عم يظهر لإلك بطريقة او بشخصية غير اللي هو، يعني غير شخصيته الحقيقية هالشخص. ممكن عم شوفه كتير متردد، كتير متحفظ، أيضا كتير
بيحب يكتم على مشاعره، ولكن هو ما عم شوف نيته إنه يظلمك أو إشي، عم شوف إنه شوي دفاعي، شوي متحفظ أكثر من ما هو أجريسيف أو أكثر من ما هو هجومي، عم شوفه متحفظ أكثر على مشاعره. يعني ممكن أنت تكون طاقتك متهورة أكثر، ممكن أنت تكون انفعالي أكثر، هالشخص عم شوفه مش هيك، عم شوفه متحفظ أكثر على مشاعره، في أشياء كتير بتدور في راسه بيحب يحكيها ولكن مش عم يحكيها. بيشوفك هالشخص حاليا محطوط بمطرح في أمامه عدة اختيارات من الناحية العاطفية، بيشوفك على إنك أمنية، وعم شوف إنه مشاعره يعني المشاعر الظاهرة اللي عم بيورجيها لإلك عكس عكس مشاعره الداخلية، أو عكس ما يحس فيها الشخص بعقله الباطن، لأنه بيشوفك أمنية بالنسبة له. أيضا في عنده عرض حب بده يقدم لك إياه، أو في عنده عرض حب بده يحكي فيه لإلك، أو حتى في عنده مشاعر هو متردد جدا إنه يحكيها لإلك، لأنه بده يظهر بصورة معينة، بده يظهر بشخصية معينة هالشخص، فعم يبين إنه هو متمكن، عم يبين إنه هو الوضع مش كتير مؤثر فيه، ولكن في العقل الباطني عم شوف المشاعر عنده أكتر من عندك، عم شوف أنت بطاقتك أكتر، بطاقتك النارية أكتر، وعم شوف هو من جوا. ممكن يكون البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي، أو في عنده كتير طاقة مائية، ولكن عم شوف هو حالياً ممكن أنت مركز أكثر على مشاريعك وإنجازاتك أكثر من هو. عم شوف هو بعقله الباطن كتير مركز على العلاقة اللي بينكم. أيضاً المشكلة اللي بينكم، أو واحد من أسباب الخلافات اللي بينكم، إنه في أمور كتير مش عم تحكوا فيها، عم تطولوا بالموضوع فيها، في إشي كتير عم تأجلوا الحديث فيها. سبب التأجيل أو سبب إنه في إشياء كتير مش عم تحكوا فيها هي اللي عم تؤدي إلى مشاكل بينكم بالكونكشن، بالتواصل، لأنه في طرف منكم عم يحس بكسرة قلب، يعني في حدا منكم مجروح. وأيضا من الأسباب اللي ممكن تكون في بينكم فيها خلافات أسباب مادية، أو مش بالضرورة مادية، ممكن تكون أسباب في عدم القدرة على الالتزام من طرف معين، ممكن أنت ممكن هو الطرف، ولكن في شخص ما عنده القدرة على الالتزام، عم يجر الموضوع أكثر مما هو مستاهل. ف عم شوف إنه البدايات بينكم، إذا للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص، الإشي اللي مسبب مشكلة حاليا إنه ما في بدايات جديدة بينك وبينه، يعني أنت بدك بداية جديدة وهالشخص بده بداية جديدة، ولكن ما في أي خطوة تتخذوها، لأنه انتوا الاثنين يعني كل واحد king of swords king of cups، يعني كل واحد عم يحاول يمشي كلمته، او بده هو يكون الشخصية الأقوى بها العلاقة. ففي بينكم شوي صراع على السلطة بصراحة، يعني انت بتحب انه كلمتك تكون مسموعة، وايضا هالشخص بيحب انه كلمته هو ايضا تكون مسموعة.
بالنسبة لخطوتك أنت في المستقبل أو شو اللي مخطط لإله أنت، عم شوفك مركز كتير على جسمك أيضا، يعني ممكن في إشي عم تفكر تغيرها، ممكن تغير دايت، طريقة أكلك، ممكن تتبع حمية غذائية جديدة، إشي بيتعلق بجسدك. عم شوف أيضا مركز أنت كتير على مشروع أنت باشنت فيه، أو في عندك شغف لهالمشروع اللي عم تشتغل عليه. أيضا بتفكيرك أو بخطوتك للمستقبل عم تفكر بإشياء فيها نوع من الالتزام أو نوع من الارتباط. عم شوفك عم تبحث على ارتباط وعلى stability أو وضع موزون. يعني البعض منكم برج الحمل بده يستقر، شوف إنه بدك تستقر. أيضا بما يخص العلاقة وبما يخص الشخص، عم شوف إنك رح تاخد موقف حيادي أكثر، بمعنى إنك مش رح تحكي في إشياء رح يكون بدك تتهور أو بدك تحكيها، ولكن عم شوفك مش رح تحكي في المستقبل، رح تحاول تكون متحفظ أكثر. مشوف أيضا رح تكون سوشيال أكثر أو رح تكون اجتماعي أكثر، بدك تطلع مع يعني مع أصدقائك، أو بدك تكون شخصية اجتماعية. ما عم شوفك منعزل، خطوتك القادمة رح تكون منعزل أو رح تكون منطوي على حالك، عم شوفك رح تكون شخص اجتماعي أكتر. بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه، عم شوفه أكتر في رحلة بحث عن الذات، discover your life purpose. بده يكتشف هالشخص شو هدفه من الحياة. يعني في أمور هالشخص حاليا عم يفكر فيها، اللي هي شو هدفه من الحياة، روحانياته رح تعلى أكتر. هو عم شوفك أنت مركز على أمور أرضية، على شغلك، على عملك، عم شوفه هو أكتر مركز على أمور روحانية أكتر. هلا هاي الكرت الوحيد اللي طلع مقلوب عندي، ف The Chariot هاي ورقة تقدم، تحرك إلى الأمام. بس بما إنه إجت مقلوبة، عم شوف إنه الشخص حاليا ما في عنده، أو خطوته القادمة ما رح يكون فيها تحرك كتير إلى الأمام. عم شوفه عم يمر بتغيرات جذرية، تغيرات داخلية، ولكن التغيرات هي الإشي الوحيد اللي رح تعود عليه بالرضا النفسي أو بالرضا الذاتي، لأنه في أمور ما بتوقع هالعلاقة ممكن تحلها، أو التواصل اللي بينك وبينه ممكن يحلها، لأنه في أسئلة الشخص اللي عم يسألها بتطلب إنه يفوت جوا حاله ويسأل، يسأل حاله هو شو بده إلى الأمام، لأنه مبين إنه هو ما في عنده خطة أو ما في عنده خط مرسوم إلى الأمام. في عنده كتير بارانويا، كتير مخاوف داخلية، كتير شكوك. ممكن بيكون بشك فيك، بشك بالعلاقة، بيخاف من طبيعة العلاقة إنه ما تنجح. في عنده كتير مخاوف داخلية هالشخص لازم يشتغل عليها. عم شوفه أيضا عم مستني لخبر منك، خطوته يعني بالمستقبل، في عنده مستني إلى رسالة أو خبر معين. هالشخص بيجوز مستني خبر منك، لأنه ما عم شوف إنه طاقته يعني عم يتحرك أو عم يمشي إلى الأمام. عم شوف إنه هو في رحلة بحث يعني عن الروحانيات، أيضا ما في تقدم عنده إلى الأمام، في عنده تغيرات جذرية رح تصير، وعم يستنى إلى
خبر معين أو رسالة معينة، لأن نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل شو رح يكون وضعها. مبين الانجذاب الجسدي بينكم كتير عالي، ممكن انت او ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه جسديا منجذب اليك كتير بطريقة كتير عالية يعني، ولكن لسه في مخاوف، لسه في طرف منكم في المستقبل رح يكون لسه خايف أو متردد أو متخوف بمستقبل العلاقة. عم شوف ولكن بينكم، لأنه the star عندك هالكرت إجا مرتين هون وهون، فعم شوف إنه الأمور أول إشي رح تتغير بينكم في المستقبل، لأنه عندك wheel of fortune وهاي بتحكي عن تغيرات دائما مستمرة، فالوضع اللي انتو فيه رح يتغير. إذا وضعك منيح مع الشريك أو مع الحبيب اللي عم تتعامل معه حاليا، بدك تنتبه من الأمور إنه تتغير، تحاول تكون مرن قدر المستطاع. والبعض منكم اللي مش عم يحكي مع الشخص أو مع الحبيب، الأمور رح تتغير هون، رح يصير في حكي، لأنه في عندك page of cups أيضا عرض حب، وعندك the world card أيضا، يعني في رح يصير اكتمال دورة بينك وبين هالشخص، أو اكتمال كارما أو العجلة اللي بينكم، رح يصير في توضيح لأمور كتير عديدة بينكم. الشخص بيشوفك أمنية في، ولكن شوي من المخاوف رح تكون بينكم، ولكن هنشوف الغالبية. أنت يا برج الحمل هون، يعني طاقتك الغالبية إنه أنت ممكن هالشخص يرجع لإلك، لأنه بيشوفك على إنك comfort zone أو مطرح الراحة، أو بيحس إنه بيحس بالأمان العاطفي معك هالشخص. فعم شوف إنه إذا للبعض منكم، إذا فكر يرجع لك هالشخص، أنت رح تقدم له نوع من مثل الإيد المفتوحة، أو رح تاخذ هالشخص بالحضن يعني، ورح تتقبل منه، لأنه عم شوف أيضا إنه هو بيشوفك العالم، يعني بيشوف إنه عنده ممكن تقدم له كل إشي هو بيريده. أيضا عندك page of cups مثل ما حكينا، في تغيرات رح تصير بالمستقبل، يعني الطاقة المشتركة بينكم طاقة كتير إيجابية. عم شوف أنت وضعك أحسن، طاقتك أحسن، بمعنى أنه أنت عم تتحرك أسرع من هالشخص. عم شوف هالشخص طاقته شوي بطيئة، يعني حتى خطوته بالمستقبل ما فيها كتير تحرك أو تقدم إلى الأمام، ولكن الطاقة المشتركة بينكم الأوضاع بالتأكيد رح تتغير بينكم. أوكي حبايبي برج الحمل، بتمنى القراءة تكون عجبتكم وفادتكم. إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفك في فيديو قادم. شكرا.